نبداو بشويه التفاؤل. 53% من التوانسه متفائلين بالعام الجديد حسب البارومتر السياسي لامراد كونسلتينغ. ينضم لنا مباشره نبيل بالعام عن امراد كونسلتينغ. سي نبيل اهلا وسهلا، مرحبا بك على شمس فام. اهلا وسهلا زينه، واهلا بضيوف الكرام ومستمعي شمس فام، مرحبا بكم. ما هوش بارومتر سياسي دونك ما عندناش نسبه كيفاش التوقعات نتاع كل ما هو سياسي، ما عندناش حاجه سياسيه. لا ماهوش سياسي، هذا استطلاع اخر السنه، يعني سونداج فان داني اللي نعملوه كل عام في اخر ديسمبر باش نشوفوا كيفاش يرى التونسي العام الجاي. يندرى يراه احسن من العام اللي تعدى كيف كيف والا اسوء. دونك ونتبعوا فيه المؤشرات هذوما منذ 2014، وكل عام عنده المؤشرات نتاعو، عنده الارقام نتاعو، ونعرفوا كيفاش المزاج التونسي يتبدل من عام لعام اخر حسب الظروف وحسب يعني الوضع نتاع البلاد من ناحيه سياسيه من ناحيه اقتصاديه من كل ناحيه كل، والتونسي كيفاش يرى التفاؤل والتشائم نتاعو. دونك 53% تتسمى مقارنه بالعوام اللي فاتت زادت ولا نقصت؟ لا هي نقصت بالمقارنه مع العام اللي فات. دونك واحنا العام اللي فات كنا 61%، التوانسه اللي راهو انه العام اللي باش يجي خير من اللي تعدى. السنه نقصت، علاش؟ هو العام اللي فات 61% نسبه طالعه بارابور العام اللي قبل كانت 44%. نعم. تونس وقتها عرفت الازمه، معناتها الامور مش ماشيه بالكدا. وقت اللي الرئيس قيس سعيد خذ التدابير الاستثنائيه في 25 جويليه 2021، التونسي راى وتفائل خير، يقول لك اللي باش يجي باش يكون احسن، وارتحنا ربما من يعني وضعيه اللي ما كانتش تسير في البلاد كي بالكدا. دونك اللي باش يجي يكون خير، ولكن راهو انه الريزولتا اسكونتي ماهمش كونفورم لل اللي كان الانتظارات نتاعو، هذاك علاش تم التراجع هذايا. ما ننساوش اللي في وقت من الاوقات كما 2014 اخر 2014 نسبه التوانسه المتفائلين 81%. نعم. وقت خرجنا من انتخابات اللي فاز بها باجي قايد سبسي ونداء تونس الى غير ذلك، ثم نزل 69 48 الى غير ذلك، يعني كل ظرف كيفاش، والتونسي يقيم يعني تفاعل وتشائم تاعو حسب حسب وضعيه البلاد. مي كوميم 53% كيفاش تعتبروها كوميم ايجابيه ولا مش كافيه؟ لا ماهيش خايف، انا شخصيا اعتبرها ايجابيه، لان تونس تعدى بالعام صعيب ياسر من كل نواحي، من ناحيه اقتصاديه من ناحيه سياسيه، معناتها ماهوش عام سهل، شاف فيها نقص وربما غياب بالمواد الاساسيه، شاف فيه نسبه تضخم، شاف فيه انعكاس الظرف العالمي، الحروب نتاع اوكرانيا وروسيا. يعني ما نجموش نقولوا عام سهل، عام 2020 شاف فيه تغير مناخي كبير، يعني الجفاف ونقص المياه من كل ناحيه، يعني عام صعيب، عام 2020 صعيب. دونك التونسي نورمالمون خارج منه بصعوبه، معناتها صعوبه كبيره برشا، ولكن مازال امل، يرى وانه الجاي خير. علاش كل قائد تونسي ديما نسبه التفاؤل نتاعو عاليه؟ على خاطر التونسي يامن بالطاقات نتاعو، يامن اللي تونس ولاده، تونس عندها، تونس عندها الكفاءات، تونس عندها شكون يسير في كل القطاعات. نسبه الشباب كبيره، والشباب هما سي لو موتور نتاع لينوفاسيون، نتاع الكرياتيفيتي، نتاع معناتها دونك هذاك علاش قال بعض كنا توانسه نبداو متفائلين، نقولوا ديما راهو نجموا نقفوا على ساقينا، راهو ثم ما يتعمل في البلاد، راهو التسيير نتاعها ماهوش حاجه صعيبه ياسر، اصلا ان تي بي معناتها مش كبير برشا. ولكن سي نبيل بكلامك هذا ما يقبلش النسبه نتاع 88% من التوانسه نفسهم اللي خايفين من الوضع الاقتصادي راه. بطبيعه الحال ثم مخاوف، معناتها ما نجمش الانسان يكون مش متخوف من حاجات. تقول له معناتها تسال السؤال بالنسبه للعام الجاي شنو من المخاوف نتاعك حسب اكثر حاجه اللي تخوفك؟ يقول لك اكثر حاجه 88% متخوف من تدهور الوضع الاقتصادي. الوضع الاقتصادي 2022 ما كانش بالكدا. دونك يقول لك اذا كان باش تزيد تتعقد الامور، اذا كان المديونيه باش تزيد، اذا كان الانفلاسيون باش تزيد، اذا كان البوفوار داشا باش تزيد يتقلص، اذا كان اون كونتيني دون لا، معناتها هذا عنده علاقه بقانون الماليه 88% ولا قبل؟ بوكو ما ندخلوش دون معناتها في الخصوصيات نتاع قانون المالي وكل شيء، وانتم يغزر القفط ويغزر الغلاية نتاع المعيشة، يغزر الحاجات الملموسة اللي يمارس فيها كل يوم. إذا كان يقول لك عام جاي باش تزيد تتعقد الأمور، باش تصعب عليا الدنيا، باش ما نلقاش لي برودوي دو باز اللي حاجتي بيهم، باش
تغلى الامور وكل شيء، دونك هذا المخاوف نتاعو، اكثر مخاوف نتاعو هم من الناحيه هذه، فهمني، من ناحيه دونك تدهور الوضع الاقتصادي. ثم في المرتبه الثانيه، تفضل تفضل ميسي شو واصل. دونك في المرتبه الثانيه اللي هي كوميم سيت اون نوفوتي، معناتها وقت نشوفوا الكلاسمون نتاع لي كرانت مخاوف نتاع التونسي اللي هي التغيرات المناخيه في تونس، لقيناه بي ريالمون سنسيبل، الريشيفمون كليماتيك اللي الجفاف اللي احنا توا في شهر ديسمبر، في اخر ديسمبر، وكاين في شهر جوان ولا جويل، سكيني با نورمال، وهذا ينعكس على بطبيعه الحال على مخزون المياه في السدود، في الابار، في كل شيء، ويعرف التونسي اللي ابريتو بلادنا بلاد فلاحيه، وهذا باش يولي ثم نقص في المواد الاساسيه، المواد الغذائيه، باش يكون كذلك زاد مشكله في تربيه المواشي الى غير ذلك. معناتها يعرف اللي شيء هذا اذا كان باش تكمل في الامور هكا. نعم. بالسخانه هذه وما ثماش ماء وكل شيء، باش تعقد الامور اكثر واكثر. واضح. فماشي نسب اخرى نجموا نعرفوها حسب استطلاعات الراي ثم كذلك فندانية. في اي فانداني بالنسبه للمخاوف، ثم الوضع الصحي كيف كيف الى ان كرام فيزافي دو نوفو فاريون باغ اكزومبل نتاع كوفيد ولا حاجه. دونك هذوما بالنسبه لكم، نمشيو للبوزيتيف تو، الحاجات الايجابيه. يعني يرى الانتظارات نتاعو، معناتها يقول لك باش فريمون يكون لومور نتاعو امبيكابل، يكون معناتها المزاج نتاعو بالكدا، لازم يكون ثم تحسين القدره الشرائيه. نعم. يعني هذه اول حاجه يعبر عليها التونسي بالنسبه للانتظارات نتاعو. ثم يقول لك يكون ثم توفير المواد الاساسيه، التونسي فد وخلق، ملي يمشي ما يلقاش الحليب، ما يلقاش الزيت، ما يلقاش كذا، لازم يكون المواد الاساسيه هذه موجوده. ثم نلقاو تحسين التعليم، تحسين الامن والسلامه، وتوفير مستلزمات الصحه والوقايه من الامراض، يعني الانفراستركتور دو باز سانيتير تكون بالكدا، وكذلك يكون التلقيح موجوده اذا كان ترجع دي نوفو فاريون اكسيتيرا، تحسين النقل، وكذلك الحد من الهجره الغير شرعيه. ذلك كيف هذه ولات ظهرت، معناتها ما كانتش تظهر قبل، تونسي شاف وعاش وراه وانه كثرت ولات، معناتها سي ديفوني الارمون. نعم. الحرقه هذه اونتر كيمي في تونس، والشباب نتاعنا اللي قاعد يموت ويذيع وكل شيء، خلى اثر سلبي، وبالتالي الانتظارات نتاعو هو التحديد من هذايا. دونك هذوما الانتظارات هذوما اون كيلكو سورت تدوا تتردوي نورمالمون بار دي بوليتيك بوبليك. نعم. معناتها كي دوا اتر انجاجي بار، معناتها بار لو غوفرنمون وكل شيء، راهو هذا هو السياسات العموميه اللي لازم نخدموا عليهم اليوم في اللي عبر عليهم التونسي على حسب الاولويات هذه ولافات الارقام هذه. واضح. شكرا جزيلا مدير امراض كونسلتينغ نبيل بالعام، فاتكم الانترفيو كاملا تلقاه على صفحتنا استوديو شمس وصفحه شمس فيم. نرجع لكم في